مكملين مع فعاليات مهرجان الأقصر وأقيمت ندوة حول مفهوم السينما المستقلة، وحضر الندوة عدد من المخرجين من الأفلام المستقلة والحققت نجاح في الفترة الأخيرة. وأدار الندوة الناقد رامي عبد الرازق، وناقشوا في الندوة شكل وآليات السينما المستقلة في مصر والصعوبات اللي ما زالت بتواجهها في مصر، خاصة مشكلة التوزيع السينمائي اللي بيرفض في أوقات كتيرة عرض الأفلام في دور العرض السينمائية، وكمان أهمية الأفلام المستقلة وخروجها للمهرجانات العربية وتحقيقها لجوائز مهمة. تعالوا مع بعض نلتقي بالناقد رامي عبد الرازق والنقدار الندوة ونشوف هيقول لنا ايه في تقريرنا اللي جاي. بقى في استقرار، في حريه في كيفيه صناعه الفيلم، فدلوقتي بيفضلوا انهم يشتغلوا بالحريه دي وبعدين يروحوا لبركات الشركات التوزيع تشتري الفيلم بعد انتاجه. وشركات توزيع كبرى كمان، يعني سوني وفوكس وكل الاستوديوهات الكبيرة عملوا ديفيجن مخصوص للتوزيع الأفلام المستقلة، بيشتروا أفلام مستقلة ويوزعوها. هي المهرجانات قد لا تحمل جديدا ولكن تتطور. يعني المهرجان احنا بنقدر نحكم على نجاح أي دورة برصدنا لما هو حجم التطور من دورة إلى دورة. والحقيقة أنا شايف أن الدورة دي تطورت كثيرا على مستويات كتير قوي من الدورة الماضية. السنة دي احنا عندنا برنامج كامل عن السينما المستقلة في مصر خلال تقريبا 10 سنين اللي فاتت. لأول مرة تجتمع كل هذه الأفلام وكل صناع الأفلام. احنا حتى لسه مخلصين ندوة، يعني أتصور أنها كانت مثمرة وخصبة جدا في النقاش على مستويات كتير قوي فيما يخص تعريف أو محاولة الوقوف على ملامح تيار السينما المستقلة في مصر. عندنا عدد كبير من الأفلام إنتاج 2013. احنا طبعا الدورة دي كان المفروض تكون في سبتمبر 2013، ولكن نتيجة الظروف السياسية اللي كان بيمر بيها الواقع المصري في الفترة من بعد 30 يونيو اضطرينا لتأجيل الدورة ليناير. هذه الأفلام عندما تعرض في دور العرض لا تأخذ نصيبها من عدد الأسابيع الذي من المفترض أن يتاح لأي فيلم كي يحقق إقبال جماهيري، بمعنى أن الناس تدخل فيعجبها الفيلم فتخرج تقول والله في فيلم حلو في السينما الفلانية يا جماعة روحوا اتفرجوا عليه. للأسف الشديد أغلب الأفلام المستقلة التي تعرض ضمن سياق السينما التجارية أو في دور العرض العادية لا تأخذ نصيبها من المشاهد. ومن هنا بيكون أن يعاد عرض هذه الأفلام داخل المهرجانات المصرية تحديدا وليس فقط المهرجانات برا، يعني داخل المهرجانات المصرية وإتاحة الفرصة للدخول مجانا لهذه الأفلام وعرض الفيلم أكثر من مرة، كل ده بيعتبر طبعا يعني ده بيعتبر ميزة كبيرة تحسب للمهرجانات أو تحديدا لمهرجاننا هنا، لأن أنت بتدي الناس فرصة أنها تيجي تشوف فيلم ما شافتوش في السينما. يعني هنا مثلا ما فيش دور عرض في الأقصر، فبالتالي كل الأفلام المستقلة اللي نزلت في دور العرض خلال السنتين ثلاثة اللي فاتت ما تعرضتش في الأقصر ولولا المهرجان لما كانت تعرض. فده في حد ذاته يعتبر ميزة إيجابية يجب أن ننتبه إليها. الفكرة مش فكرة أن أنا بعرض أفلام اتشافت قبل كده أو أفلام اتعرضت قبل كده، لا، أنا بعرضها لمين، أنا بجيبها لغاية مين. ومن جريدة المصري اليوم معنا خبر بيقول يسرى وليلى علوي وسمية الخشاب يبتعدون عن الشاشة في رمضان 2014 رغم حالة التفاؤل اللي أصابت كتير من المنتجين والفنانين بعد ثورة 30 يونيو، لكن للأسف انخفض الإنتاج الفني بشكل كبير جدا عن العام الماضي. وفي رمضان القادم هنلاحظ غياب عدد كبير من النجمات زي الفنانة يسرى، والحقيقة أعلنت أنها مش هتقدم أي عمل رمضان القادم لعدم تحمسها للأعمال اللي عرضت عليها. قالت كمان أنها تكتفي السنة دي بالمشاركة في سرايا عابدين، ونفس الأمر حصل مع الفنانة ليلى علوي، فبعد ما قررت تقديم جزء تاني من مسلسل فرح ليلى رجعت عن الفكرة وبتبحث حاليا عن نص يشجعها على خوض المنافسة الرمضانية. ونفس الأمر تكرر مع الفنانة سمية الخشاب، وبالرغم أنها رشحت الحقيقة وترشحت لأكثر من عمل إلا أنها اعتذرت عن الأعمال اللي قدمت ليها وقالت أنها لم يشغلها الظهور والتواجد في رمضان، لكن الأهم أنها تعثر على نص جيد مناسب ليها. وكمان قررت الفنانة منى زكي الابتعاد السنة دي عن شاشة رمضان بعد ما قدمت السنة اللي فاتت مسلسل آسيا،
على عكس الفنانة هند صبري واللي قررت السنة دي إنها تعود للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل مصر الجديدة، وده اللي هنشوفها فيه إن شاء الله في رمضان القادم. من أهم الترحات الصحفية معانا سامي العدل: لا توجد دولة في العالم تفرط في شخصية مثل السيسي. صبرين: أشكر محافظ الأسندرية لتكريمه لأسرة مسلسل الشك. محمود عبد المغني: سأعود للسينما والدراما أثرت على تركيزي. كارول سماحة: السيدة هو العرض الأضخم في الوطن العربي. نصر محروس: انتهيت من تسجيل أول أوبريت، يطالب السيسي بالترشح للرئاسة. طارق لطفي: سعيد بالعمل مع محمود عبد العزيز في جبل الحلال. اسمحوا لي نروح لفاصل نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقة النهاردة. اقرأ في العدد الجديد من جريدة الصباح.